اهلا بحضراتكم مره تانية في الماتش. هذا الرجل المخضرم المدرب القدير احد نجوم الكره المصريه الكابتن طلعت يوسف هو ضيفنا النهارده في الماتش في لقاء ننتظره دائما. منور الدنيا كابتن طلعت وحمد لله على السلامه. كتر خيرك مرسي وسعيد بوجودي معاك كالعاده وبالكرو اللي موجود كله ونتمنى ان النص ساعه اللي جايه دي تكون يعني بتضيف الى حد كبير. ساعه ان شاء الله. اوكي. منور الدنيا كلها. ميرسي. ازيك يا كابتن؟ كله كويس؟ الحمد لله الحمد لله. اخبار الاجازه ايه وازاي مقضي الساحل؟ انا جاي من الساحل. من الساحل على طول. يعني لما كلموني فاجلت يوم واثنين جاي من الساحل وراجع للساحل ان شاء الله. ترجع بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. كنت قريب قوي انك تكون في فريق الجونه. كمدير فني. تبدا معاهم الموسم لكن فجاه تراجعت الامور، ايه اللي حصل؟ لا مش فجاه، هما يعني قعدوا معايا من خلال المدير التنفيذي الحصري والى حد يعني قعدنا حوالي ساعتين تقريبا بنتكلم في كل حاجه، اتكلمت في كل التفاصيل الخاصه بالفرقه واهدافهم وما هو متاح لتحقيق هذه الاهداف. ايوه. والكلام كان الى حد كبير يعني في الاتجاه اللي ممكن يقول ان الصفقة او التعاقد قد يتم. تمام. فقلنا ان احنا بعد يومين ثلاثة هنرجع نتكلم تاني عشان نحط النقط فوق الحروف. اتكلمت فيما يخص الجهاز في مرحلة تانية من الحوار وكان في توافق الى حد كبير على كل الكلام اللي اتقال. تمام. بعد ثلاثة ايام تقريبا يعني يعني بلغت بانه البادجت اللي كان متفق عليه الميزانيه قلت نزلت. تمام. وبقرارات قد تكون فوقيه. تمام. الى حد ما الاداره يعني وبالتالي يعني كان بيتاخد راي اذا كان هناك امكانيه اننا نكمل في ظل الوضع ده احنا عايزين وبتاع. فانا شفت انه لا، انه الوضع هنتحط تحت ضغوط نادي جونه مبكرة. هنتحط تحت ضغوط مبكره واحتمالات الهروب منها هيبقى فيه معاناه. وانا حضرتك ما تحبش ده. ما بقاش عندي. لا انا بص، مهنه التدريب هي مهنه المعاناه. تمام. حتى لو كنت ماسك احسن فرقه في الدوري فانت ستعاني كمدرب وكجهاز، لكن انك تعاني وانت عارف انه في اسباب واضحه وصريحه كان في امكان الإدارة إنها تعالجها في الحالة دي لا. بتقول أنا ما بقاش إيه؟ كنت هتقول إيه وما كملتهاش؟ يعني أنا في مرحلة من التدريب ما أحبش إن أنا أتحط تحت الضغوط دي. تمام. وأنا عارف إن هي هتبقى موجودة. مفهوم تماما. إنما ممكن تتحط في قلت لك في التدريب أنت كده مضغوط. لكن نتيجة ظروف خارجة عن إرادتك، لكن نتيجة ظروف وأوضاع أنت شايفها بشكل واضح وصريح وتدخل فيها برضو مفهوم. لا. طيب الميزانية كانت كام الرقم لو كان متاح وبقت كام؟ يعني هل الدنيا اختلفت تماما فبالتالي بص هما في المرحلة الثانية من الحوار ما كانش فيه تفاصيل، لكن أقدر أقول لك أنه في المرحلة الأولى كان كم في المية يعني الرؤية فيما يخص تعاقدات اللعيبة كان الرقم منطقي ومعقول من وجهه نظر. تمام. ما بنتكلمش في 10 و15 وبتاع كعقود. عقود لعيبه، لان انت انا شايف ان فرقه الجونه كانت محتاجه على الاقل 10 12 لعيب. تمام. قد يكون هناك لاعبين من اللي كانوا موجودين يقدروا يستمروا. مفهوم. لكن انت محتاج ل 10 12 لعيب. مفهوم. متوسط التعاقدات في ال 10 12 لعيب كان الرقم منطقي ومعقول. لا نزل لما هو يعني بنسبه كام في الميه تقريبا؟ اكتر من 50%. اكتر من 50%. طيب بعد ما حضرتك خلاص خدت القرار وقلت انك مش هتبقى موجود. انا ما خدتش، انا اعتذرت. مفهوم اعتذرت يعني. بالظبط، يعني خدت قرار بانك مش هتكمل الفكره. بالظبط. وشفت موسم انتقالات الجونه، هل ما زلت ترى ان الفريق في ظل الصفقات المبرمه على مستوى باقي الانديه في وضع مقلق او سيعاني من الضغط المبكر؟ مش مريح. مش مريح. وضع غير مريح. ومحتاج لشغل كتير جدا ومحتاج لتوفيق اكتر. عشان يتحط في مكانه، الى لانه يعني برضو من ضمن الاسئله اللي طرحت مني، انتوا عايزين ايه؟
احنا عايزين نبقى في مكان مريح من البدايات. فالهدف ده في ظل المعطيات اللي موجودة دلوقتي في نادي الجونة يعني قد يكون قد لا يكون متاح. مفهوم. قد لا يكون متاح. يعني ترى ان هذا الفريق في ظل المعطيات الحالية سيعاني ضد الهبوط من البداية حتى النهاية، قد يبقى وقد لا سيعاني. ده مش معناه ان هو هينزل هيهبط. مفهوم. يعني مفهوم. في فرق مفهوم. ممكن تكون امكانياتها محدودة لكن التوفيق يصاحبها فتلاقيها اتحطت في مكان تاني خالص. هل حصل تفاوض مع اي فريق ما بعد التفاوض مع الجونة؟ لا خالص. الجونة ده كان اخر في نهايات الموسم اللي فات. حصل تفاوض مع الجيش، حصل تفاوض مع المحلة. أيوة. عروض. أي مفهوم. عرض من الجيش، عرض من المحلة، والناديين اعتذرت لنفس السبب لان هم كانوا في حالة حرجة جدا. صح. جدا. صح. فيما يخص الهبوط وكده، وانا ما كانش عندي نفس الكلام اللي بقوله على الجونة بقوله عن الاوضاع. مفهوم. الجيش الحمد لله ربنا وفقه وقدر يخرج من ازمته مع عبد الحميد بسيوني. مظبوط. وهو مدرب واعد جدا جدا. المحلة للأسف يعني بالرغم من ان هي كان عندها مقومات النجاح لكن ما قدرتش تهرب. هل ترى ان خبرات الكابتن علاء عبد العال في التعامل مع مواقف الصراع من اجل البقاء ونجح فيها في الداخلية الموسم اللي فات تخليه يعرف يتعامل مع الوضع اللي بتراه غير مريح للجونة؟ وارد. هو يعني علاء شخصية متمرسة في الحتة دي. أي. في التلت الدوري الأخير. متمرس فيه. أعتقد أنه قد يكون له دور إذا ما كانت هناك مساندة. بص المدرب لوحده مش هيقدر يعمل حاجة طبعا، لابد أن تكون هناك مساندة وقناعة من الإدارة مع وجود أدوات بتمثل الحد الأدنى لأنها تخرج من المكان. مفهوم. سوء انتقالات المدربين عموما كابتن طلعت إزاي تابعته، وهل في حاجة لفتت نظرك من خلال قرايتك للنظام او النموذج اللي مشي بيه سوق الانتقالات؟ يعني يمكن الانتقال اللي قد يكون الابرز هو انتقال علي ماهر مثلا للمصري. للمصري. انا شايف انه انتقال موفق لعلي واختيار موفق من اداره من المصري. آه. هو كان له تجربه سابقه. مزبوط. في المصري. شايف ان في خطوات الى حد كبير ماشيه بشكل جيد جدا فيما يخص التعاقدات جوه النادي المصري. الطموح اللي جوه بورسعيد عالي قوي. ده مشكله. خلي بالك هما خسروا مع ميمي عبد الرازق في الفاينل بتاع. أيوة. الرابطه بسبب الجزئيه دي. يعني انا معلوماتي من جوه ان هما وهم رايحين الماتش بورسعيد كلها رفع الاعلام وبتحتفل بالبطوله. مظبوط. لا انه في الاوتيل في المعسكر الخاص بالمباراه الامور ما كانتش فيها التركيز الكافي اللي يسمح للفرقه انها تاخد الماتش ده، مع ان هي كان ممكن تاخده. وبالتالي الفرقه نزلت الماتش ومفتقده 50% من قدراتها. عملوا صفقات كتيره بعد كده، يعني دخلوا على الموسم الجديد وهم عاملين صفقات علي. كتيره مع كابتن علي ماهر. مش كده بقول لك. انا شايف انه يعني التعاقدات اللي تمت ممكن توديهم في الاتجاه الصحيح فيما يخص الطموح، لكن لابد وان تكون نبره الضغط. أيوة. تقل شويه. هل ده ممكن يحصل في يوم من الايام ان الضغط من الانديه الجماهيريه من الجمهور يقل؟ ولا أنا بكلمك عن المصري تحديدا. لا. مش هيحصل. مش هيحصل. لا مش هيحصل. هي طبيعه. المشجع عايز ياخد بطولات. بورسعيد كلها عايشه على انها تسحف ورا فرقتها. ايوه. الحاجه يمكن اكتر حاجه والكلام ده بيتقال كتير عن الانديه الجماهيريه. لكن بورسعيد غير اسكندريه. ليه؟ بورسعيد صغيره شويه من حيث الحجم. حجم العمل الخاص بشعب بورسعيد، العمل الوظيفي المهني مختلف تماما عن حجم العمل داخل اسكندريه. اسكندريه الناس كلها بتشتغل في امور شتى. بورسعيد تحس ان هم قاعدين لفرقه المصري. فالتركيز عالي جدا. مفهوم. جدا يعني. فالضغط شديد جدا. الضغط شديد. على ذكر الضغط لكن اللي من نوع اخر، الاتحاد السكندري، الكابتن طارق العشري لاول مره وهو ابن من ابناء الاتحاد مديرا فنيا لزعيم الثغر، شفت ازاي الاختيار وشايف ازاي المرحله المقبله كابتن طلعت؟ بدايه طارق
رغبته كانت عالية جدا في ان هو يدخل الاتحاد كأحد ابناء النادي وانه ما خدش تجربة جوه النادي طول مشواره التدريبي مزبوط. نادي الاتحاد تحديدا اللي هو بينتمي اليه كان في غضبة شوية عليه في فترة من الفترات. غضبة عليه؟ على طارق ولا منه؟ منه. هو زعلان ولا هم اللي زعلانين منه؟ الناس في اسكندريه كانت زعلانه منه نتيجه انه في وقت كان قريب جدا من الدخول وحصل انه ما دخلش وراح المقاولين. مظبوط. دي اتنست وانا عارف انه الوقت بيمحي حاجات كثيره جدا. اتنست وبقى في رغبه من الناس دي لان هو يدخل. فالرغبه تلاقت منه ومن الجماهير ومن اداره النادي اللي كان عندها قناعه بيه. فدخول طارق انا شايف ان هو الانسب لنادي الاتحاد والخطوه دي بقى توقيتها مناسب جدا بالنسبه له يعني. ايوه مفهوم. التعاقدات اللي بتتم حاليا جوه نادي الاتحاد انا شايف ان النادي بادارته متمثله في رئيس النادي الاستاذ محمد مصلحي واعضاء المجلس مع طارق انه اننا نخوض تجربه مختلفه الى حد اننا نبعد عن الاسماء الرنانه اننا نبحث تحت اننا نحاول نجيب 50% مفهوم. من النجوميه واحنا اللي نخليه 100% تجربه. واضح ان كمان الميزانيه من أكيد. الاسباب وراء ده اكيد ده سبب رئيسي يعني كان اشتكى بحرقه استاذ محمد مصلحي في حوارنا هنا مع بعض من فكره الماديات والصعوبات اللي بتواجه نادي الاتحاد السكندري. انا مشفق عليه وهقول لك سر انا يعني محمد صديق يعني وانا بحبه جدا جدا في وقت من الاوقات كنت انا في ليبيا قبل ما يدخل المره دي رئاسه نادي الاتحاد وكلمني عشان اجي واننا ندخل احنا الاثنين كانا كمدير فني هو كرئيس نادي ردي له قلت له ما تدخلش قلت له الوضع صعب مش ما بكلمش عن النهارده انا بتكلم على خمس مفهوم. ست سنين فاتوا لان انا عارف ان هو في النهايه هيتحمل كامل المسؤوليه جوه النادي فيما يخص الانفاق تحديدا مفهوم. يعني مفهوم. يعني النهارده قد يكون معاه ناس يعني معاه يمكن استاذ احمد عبد المجيد معاه محمد سلامه مزبوط. ناس بتحاول انها تسند شويه لكن في النهايه ما فيش نادي يقوم على فرد يعني ما فيش فرد يقدر يصرف على نادي ولو قدر يصرف عليه مرحله مش هيقدر يصرف عليه بعد كده 100% فالسياسه اكيد يعني من اسبابها انه الميزانيه تنزل شويه يعني في مفهوم. الفتره الجايه. كابتن ايهاب جلال على جانب اخر كان اسمه مطروح في الاتحاد وتولى مسؤوليه الاسماعيلي في ظل هذه الظروف اللي بيمر بها الاسماعيلي. شايف ازاي احتمالات نجاح تجربه الكابتن ايهاب جلال بعد تجربتين غير مكتملتين على مستوى النجاح لاسم من الاسماء اللي دايما بينظر لها ان هي متالقه؟ منتخب مصر. منتخب مصر وفاركو. فاركو انا شايف ان هي تجربه ما اقدرش اقول ان هي مش ناجحه انما هي كانت قصيره جدا مظبوط دي واحده منتخب مصر اكيد يعني ده يعني الناس اتكلمنا فيه بما فيه الكفايه مظبوط تجربته جوه النادي الاسماعيلي انا بتمثل بالنسبه لي علامه تعجب شويه ليه؟ الاسماعيلي يمكن حاسس ان اتفق مع يعني نفس وجهه نظري بس عايز اسمعها الاول يمكن الاسماعيلي عشان انا كان ليا تجربه فيه صحيح في ظل قيادات واداره مختلفه تماما الاداره الحاليه اعتقد ان هي قد تكون اكثر نضجا وعقلانيه لكن هو بيعاني الاسماعيلي ما زال يعني مظبوط هو بيعاني بيعاني ماديا بيعاني على المستوى الفني بيعاني على مستوى قفل القيد قدامه شاف مرحلتين او ثلاثة فهو بيعاني الا اذا كان ايهاب عنده معلومة ان في انفراجة هتحصل وانه في قطاع الناشئين بعض المبشرين قد يكون هو له رؤية في الحتة دي ده بتقوله لأنك تعلم جيدا صفات الكابتن إيهاب جلال في اختياره طبعا. أو موافقته خلي بالك ما تقدرش تغفل أن ده النادي بتاعه تمام يعني الكلام ده لو جوه نادي الاتحاد لو النادي الاتحاد بيمر بنفس ظروف الإسماعيلي وإيهاب جلال أم جاي داخل على نادي الاتحاد أو اتعرض عليه مش هيوافق مفهوم انتمائك للمكان بيحطك تحت
رغبة قد تمثل على الأقل 40% من القرار. فأنت اللي بيعرض عليك الكلام ده النادي بتاعك اللي أظهرك اللي لمعك اللي قدمك للوسط. الكلام ده عند الناس اللي عندها أصل ودول قليلين شوية. بياخد جزء كبير من القرار. واعتقد ان ده اللي حصل بعد الجلسة. على جانب اخر، هل تفتكر كابتن طلعت انه التجربتين الاخيرتين للكابتن ايهاب جلال اللي هم ما نقدرش نوصفهم بناجحتين، مع وضع الاسماعيلي اللي هو ونجاح الكابتن ايهاب جلال في الاسماعيلي من موسمين، ممكن يكون ضمن برضو افكار الكابتن ايهاب جلال في الموافقة انه اي تحسن هيحصل في الاسماعيلي هيعتبر نجاح؟ أكيد. أكيد. أي تحسن، وكلمة تحسن دي ممطوطة يعني. إيه هو التحسن المنتظر اللي يحصل للنادي؟ اللي ما ينافسش على الهبوط. بس. صح؟ بس. غير كده تبقى بتطلب المستحيل. لو حصل ما هو أفضل تبقى أنت أنجزت. تبقى في إنجاز حصل كان غير متوقع على الإطلاق. الشيء المبشر خلي بالك يا هاني إنه النبرة جوه الإسماعيلية بقت عقلانية بنسبة كبيرة. صح. من كتر اللي شافوه. خلاص ما بقاش في حاجة بتبشر بإن النادي الإسماعيلي هيبقى منافس أو من الأربعة اللي فوق. فهم عارفين إن هم بيمروا بمرحلة قد تكون انتقالية ممكن توديهم بعد سنتين ثلاثة لما كانوا عليه في الماضي. من كتر اللي شافوه، دي جملة الحقيقة أثرت فيا وبتعبر أو بتلخص طبعا وضع الإسماعيلي. طبعا. هل هي نفس الجملة اللي ممكن تستخدم للتعبير عن وضع الزمالك؟ محزن ومقلق ويعني مش لاقي كلمة معبرة تخليني أعبر عن اللي أنا حاسه تجاه النادي الزمالك. نادي الزمالك يعني قيمة محدش يقدر ينكرها في مصر يعني. محدش يقدر ينكرها. ولا الكابتن محمود الخطيب ما يقدرش ينكرها. الزمالك انت بتتكلم عن اسم له تاريخ له جماهير، يعني بلاش اقول ان هو الجماهيريه الاولى. الجماهيريه الثانيه تمام، مش الثالثه. مفهوم. ففي ملايين ورا النادي ده. كون انه يتحط فيما هو محطوط فيه النهارده اكيد ده شيء محزن. المحزن الاكتر مش اللي هو فيه. المحزن الاكتر اللي جاي. نادي الزمالك هيمر على الاقل هذا الموسم في ظل الاوضاع الراهنه، كل المعطيات بتقول ان الموسم ده هيكون موسم صعب جدا جدا على نادي الزمالك. على جميع المستويات، بدايه مما اعلن من كم الديون اللي ممكن تكون موجوده. ده شيء يكسر يعني. كم الديون اللي موجودة دي يقول لك انه مش هيقدر يوفي بالتزاماته في الفترة الجاية تجاه اللعيبة اللي ممكن تكون موجودة جوه الفرقة. الا اذا حصل تدخل غير متوقع من اي حد، من اي طرف، من الدولة، من اي حد. مفهوم. عشان يحافظ على هذا الكيان. في ما تقوليش ان هيجي مجلس ادارة منتخب. هيجي مجلس ادارة منتخب وهيقعد الاربع سنين وهيحط بلان وهيحاول يطبق، لكن في النهاية أنت بتحكمك قدراتك المادية اللي تخليك تنفذ هذه البرامج. وبالتالي مجلس إدارة الزمالك اللي جاي مهم إن يكون فيه عدد كبير من رجال الأعمال أصحاب القدرات المالية؟ ويوفوا وينفذوا. ما يكونش رجل أعمال ذو قدرات مالية كبيرة وما يحطش. وإن كان ده، أنا قلت لك في بداية كلامي إن ده مش حل. مش حد بيقعد يدفع. أنا مش مقتنع بإنه مثلا أستاذ محمد مصلحي واللي معاه أستاذ أحمد عبد المجيد يقعدوا يصرفوا على النادي. لا. لا مفيش كده. لا. أنا موجود عشان أدير. أيوه. نادي الاتحاد كان فيه دكتور كمال شلبي في وقت من الأوقات ما حطش جنيه. أيوه. في النادي. جنيه. بس كان بيدير. لكن كان بيدير. صحيح في وضع وفي ظرف وفي فترة زمن مختلف صح. عما نحن فيه الآن. لكن في النهاية أنت محتاج لمن يدير. ومحتاج عشان بس يعني ما نضحكش على بعض، لابد من مساندة الدولة.
جوه نادي الزمالك. ايه شكل المسانده اللي المفروض او مهم او لابد ان تقوم الدوله بها للزمالك؟ اذا كنا بنقول ان احنا مش في حاجه لان الدوله تضخ مال جوه نادي، وده شيء مرفوض تماما، لكن على الاقل انها تساعد وتسهل استثماراته باي شكل من الاشكال. مفهوم. يعني تسهل له مجال الاستثمار، يسمح له بانه يبقى في انكم بيدخل له يساعده بشكل او باخر. رجال الاعمال لابد وان يكون لهم دور في المرحله دي. أيوة. في الموسم ده. مفهوم. لكن ما بعد ذلك لازم يبقى في نظام يعني. في الايام اللي فاتت والفتره اللي فاتت ومع الصعوبات الماليه اللي بيعيشها الزمالك على كل المستويات، وصفتها بديون تصعب مهمه اي نادي، اطرح اسم زيزو باعتبار انه ممكن انه يدر للزمالك دخلا جيدا في حاله بيعه الى السعوديه بعد عرض كان وصل او استفسار من الشباب السعودي. هل شفت انه ده حل؟ هل شفت ان انتقال زيزو قد يساعد الزمالك، ولا كنت من الرافضين لرحيل زيزو؟ بصرف النظر عن قيمه زيزو الفنيه جوه فرقه نادي الزمالك، مفيش فرقه بتقف على واحد، تمام، لكن هناك ظروف بيمر بيها نادي الزمالك خاصه بالقيد مثلا يعني. انا ممكن استعوض زيزو بسين وصاد وعين، حتى لو بامكانيات اقل او حتى جوده اقل، حتى لو على اللونج ران ممكن اوصل زيزو. لما دخل الزمالك ما كانش كده طبعا، اخذ وقت، والزمالك له دور في انه يوصله للي هو فيه دلوقتي من حيث القيمه الفنيه يعني. مفهوم. انا مش مع ان انا ابيع زيزو عشان افك ازمه، لان ده مش حل. وما اعتقدش ان بيعه كان هيفك ازمه. ليه؟ كان هيفكها لفتره زمنيه محدده، وستعود بشكل اكثر قسوه بعد هذه الفتره، لان انت ما حلتش. انت الحل ان انت مسكن. عندك سيستم مسكن، انت بتاخد يعني ابره مسكنه تخليك ما تحسش بالالم ثلاث اربع اشهر، لان ديون الزمالك والتزاماته زيزو ما يفكهاش. لا طبعا. هديك مثل حي. نادي الاتحاد لما باع مروان عطيه كان في ازمه جوه النادي، الازمه ما اتحلتش. اتحلت فتره. الزمالك لما باع امام عاشور لميتلاند ب 3.5 مليون دولار، يعني 100 مليون، كان في ازمه حلها نسبيا، وشوف الزمالك عامل ازاي دلوقتي. لانه حجم التزامات الزمالك مقارنه مثلا بحجم التزامات الاتحاد 1:10 1:15. مفهوم. ومع ذلك فكره ان انا ابيع عشان احل ازمه، لا، انما ابيع عشان اكسب وانا مستقر ماديا، تمام. الكوره فيها كده. مفهوم. فيها انك تجيب ب 10 عشان تبيع ب 100 بعد سنتين ثلاثه، وارجع اجيب تاني، اوكي، لكن وانا سيستم صرفي ودخلي منتظم. أيوة. وعارف انا بعمل ايه وليه. اسوري، وايه رايك فيه؟ ما تقابلناش من ساعه ما تولى اداره الزمالك الفنيه، فكنت متحمس قوي اعرف راي الكابتن طلعت يوسف فيه، لانه اختلف عليه ما بين من وصفه بالعبقري وما بين من قال انه مستحيل ينجح مع الزمالك. مستحيل ينجح، لان هو يعني تمسك باسلوب وطريقه لعب ومنهج لعب هو عنده قناعه بيه. زي بالظبط الاسلوب، فكره ان انا اطلع بالكوره من تحت. لما دخلت مصر، لما بقى ده فكر المدربين بان انا محتاج ان انا اطلع على الارض بالكوره. أيوة. من تحت. المدربين، في مدربين كتيره جدا اتهموا بان هم عايزين يطبقوا سيستم احنا ما نقدرش، يعني كلاعبتنا ما نقدرش عليه يعني. ومع ذلك في النهايه اصبح هو ده السائد، مش في مصر، اصبح هو السائد في العالم. مظبوط. كله يعني. هو كده، اوسيريو كده، عنده فكر وعايز يطبقه. دايما كل ما هو جديد، خلي بالك، هتلاقي فيه امواج بتحاول ان هي توقفه. انا سعيد بيه جدا، سعيد بيه جدا جدا. ليه؟ بصرف النظر اذا كان هينجح او مش هينجح مع الزمالك، سعيد لانه هو عنده قناعه بفكره ومصمم عليها، ومصمم عليه ومصر عليه، وما بيفكرش في اي نقد بيوجه اليه. هو عنده قناعه بالكلام ده. لو نجح اكيد الناس كلها هتبقى سعيده بيه. ولو ما نجحش، خلي بالك، ده مش معناه ان هو مدرب مش كويس. تمام. معناها ايه؟ معناها انه فكره كان صعب جدا انه لعبتنا تطبق.
لكن هو ما زال عنده قناعة أن اللعيبة دي هتشرب هذا الفكر. أي. وده اللي أنا متصوره. يمكن لو في ظروف غير الزمالك فيها، مع بعض الدعم، مع بعض التعديل في بعض المراكز، كان ممكن الاستيعاب يبقى أسرع، وكان نجاحه كان هيبقى أسرع في وقت أقل. لو نفترض أن الزمالك قادر على أن يبرم صفقات، إيه المراكز اللي محتاجها الزمالك فعلا في ضوء الفترة اللي فاتت؟ لا يعني أعتقد أن الزمالك مثلا محتاج في حتة الستوبر، مساك، أعتقد أنه محتاج في حتة الديفندر، لا في أماكن كثيرة، في الباك رايت، في الفيرود لاين، كمهاجم ولا اللاين كله؟ اللاين كله بأجنحة كمان. لا انت عندك، او يعني الزمالك عنده، لكن بص الاهلي، انا حطيت على الورق ثلاث فرق، ثلاث فرق في من قائمة الاهلي، بس من قائمة الاهلي بكم ولد صغير يعني. ثلاث فرق يعني في كل مركز ثلاثة لعيبة. هو بيعمل كده ليه؟ لانه عارف انه هينضغط في الدوري العام، صح، صح، وهيروح امم افريقيا، وفي الدوري الافريقي، وهيروح كاس العالم للانديه. الزمالك لا يقل عن الاهلي فيما يخص الطموحات والاهداف. ايوه انت الزمالك عندك فرقه، فرقه واحده بس، اتنين تلاته زياده على مستوى الزمالك، ده غير كافي. مفهوم تماما، غير كافي، مفهوم تماما خالص يعني. الاهلي موسم وصف بالتاريخي، خمس بطولات من اصل خمسه، يمكن السادسه كانت كاس العالم للانديه، ما كانش بينظر ليها باعتبارها بطوله للتتويج يعني، وبالتالي بقى مقبل على بطوله جديده بمشاركات كمان اقوى، ببطوله السوبر الافريقي بتبدا بيها الموسم، بطوله دوري السوبر الافريقي اللي النهارده الاهلي تعرف منافسه اللي هو سيمبا التنزاني، وبلا مهاجم حتى الان. هبدا معاك بالنقطه دي باعتبارها النقطه الاكثر جدلا دلوقتي، هل الاهلي فعلا في حاجه الى مهاجم؟ اكيد محتاج لسترايكر. سترايكر مين اللي بياخد المركز ده دلوقتي في الاهلي؟ كهربا و صلاح محسن عائد، مشي محمد شريف، جاب جون النهارده اول هدف مع الخليج، مبروك يا شريف. الجناح الافريقي حسام حسن، مشي شادي حسين الافريقي، الجناح الافريقي بيرسي تاو. بيرسي تاو، كهربا، صلاح محسن العائد، وحسين الشحات الجناح الاخر ما يقدرش، ما بيلعبش مظبوط، وما عنديش قناعه ببيرسي تاو في المكان ده. عندي قناعه بيه كجناح، تمام، مؤثر جدا جدا، ودخوله لمنطقه العمق، بيعرف امتى يدخل وامتى يشوط وامتى يدخل ويطلع. كهربا مجتهد، راس الحربه محتاج لراس حربة يكون حاسس المكان. المكان ده محتاج لحساسية في التحرك غير عادية، مش حساسية في التعامل مع الكورة، حساسية في الحركة، امتى انزل، امتى اقف، امتى اخد الستوبر ده واخد اروح بيه للستوبر التاني، امتى اروح على الطرف. حساسية ما ينفعش انك تعلمها كلها، ممكن تعلم جزء منها، تعلم 30% منها، لكن 70% منها تالنت مركز. تمام، تالنت المركز مش موجود، ولا عند كهربا، ولا عند صلاح، ولا عند بيرسي تاو. فانت محتاج لسترايكر يكون كويس او وحش، قصه ثانيه، مفهوم، انما يكون عارف المكان ده تحركاته وشكلها ايه. وبالتالي انك تستنى ليناير ده امر لا تفضله، هيشتغل زي ما اشتغل في الفتره الاخيره. هيلعب بيرسي تاو شويه، اعتقد هيميل لكهربا بشكل اكتر قناعه، لان هو يعني اداله كتير، مبقاش ليه بدايل كمان دلوقتي غير صلاح يعني الموسم اللي فات كان محمد شريف بياخد احيانا. صلاح مزاجي شويه، مزاجي، لعيب كويس جدا جدا. الاهلي لما طلعه اعتقد ان فكره انه مزاجي كان ليها دور رئيسي في انه يطلع. رجوعه ما كانش بقناعة تامة 100%، هم عارفين انه لعيب كويس، مصر كلها عارفة انه هو لعيب كويس، لكن فكره مواصفات اللعب وشخصيته وطريقة تفكيره، طريقة تعامله، احترافيته كلاعب كانت بتمثل علامة استفهام جوه الاهلي. ايبوكا يفي بالغرض؟ اعتقد يعني بنسبة منطقية احسن من بلاش.
احسن من انه ما يكونش موجود خالص يعني. مفهوم. انما اهو ده لعيب عارف حافظ عارف مركزه بس حافظ المركز. ممكن تطوره كمان يعني الشغل ممكن يطور. طيب امام عاشور شفت ازاي انضمامه الى الاهلي؟ وهنا اقصد كل حاجه في انضمامه، الاضافه الفنيه اللي ممكن يضيفها للاهلي، مدى تعويضه لرحيل حمدي فتحي، فكره الاتفاق والاختلاف مع فكره ضمه بسبب مبادئ الاهلي وبسبب هجوم سابق للاعب على اداره الاهلي، كل القصه دي شفتها ازاي كابتن طلعت؟ هي القصه اخذت حجم كبير لانه هو اصلا لاعب زمالك. اصلا لاعب زمالك. ايوه. كل اللي انت بتقوله دلوقتي مبني على انه طلع من الزمالك، خلي بالك. طلوعه من الزمالك، انا هاجي لك هبدا بالنقطه دي، طلوعه من الزمالك للاهلي في ظل الاحتراف عبر ميتلند طبعا. ما بقاش ما بقاش فكره ابن النادي، وما بقتش بتمثل جزء كبير جدا من القرار عند اي لاعب في الوقت الحاضر يعني. وبالتالي طلوعه للاهلي وهو ابن الزمالك شيء طبيعي. تمام. وارد. فكره انه يعوض حمدي فتحي ده شيء اتصور انه محسوم. هيعوض. هيعوض. ولا حاسك ممكن تميل كمان لانه بل افضل. بالظبط. عايز حسيتها من طريقه تعبيرك. ليه؟ ليه؟ حمدي فتحي اشتغل معايا في بتروجيت. ايوه. وطلع من بتروجيت على الاهلي. حمدي فتحي لعيب بتروجيت ام بي. بالظبط. هو اصلا ام بي. مظبوط. احنا خدناه. مظبوط. من بتروجيت. من ام بي اعاره. ايوه. قعد معانا سنه. ضرب. رجع ام بي ودوه الاهلي. صح. كويس. حمدي فتحي لعيب مميز جدا، محترف، بيشتغل على نفسه، بيتطور بشكل، لكن هو في النهايه حاليا هو في المرحلة الأخيرة من عطائه. تمام. ما أقدرش أقول إن عطائه في الفترة الأخيرة كان بنفس القدر عطائه من 5 6 سنين. لا. تمام. فمن هنا بقول إن إمام طالع. إمام بيستلم العصاية من حمدي، وحمدي بيروح في حتة، وإمام داخل الزون ده بقوة. ولكن إمام زي ما اتكلمت عن صلاح، اتصور انا ما شفتوش. ما اتكلمتش معاه، ما قابلتوش قبل كده. مفهوم. لكن قرايتي له مش كلاعب، كشخصيه، ايوه، بتقول انه هياخد وقت عشان ينضبط جوه النادي الاهلي، عشان يبقى مناسب للاهلي، لكاركتر الاهلي، شخصيه الاهلي. ايه هي اللي هي بتقول ايه؟ امام يعني حاسس انه جامح. عارف الـ 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 الاسد او مش لاقي حد يوقفه، مش عايز اقول يعني بيعمل اي حاجه في اي وقت بدون ضوابط يعني. وفرقه كوره الكلام ده ما ينفعش. مفهوم. فرقه كوره الكلام يعني اقل حاجه فكره ان انا الون شعري. ايه ده، تلوين الشعر ده يضايقك او يعبر عن حاجه؟ ما يضايقنيش. انما بيديني احساس بانه مش منضبط شويه. قد لا يكون في اوروبا احسن لعيبه في العالم. بالظبط. بيعملوا قصات في شعرهم، لكن هنا في مجتمعنا شويه انا ما بميلش للحته دي. ده مش معناه ان انا ممكن اخد موقف. مفهوم. لكن ببقى كير شويه. تديك مؤشرات تبدا تتحسس مسدسك يعني. بالظبط. زعلت انه اساسا رجع من تجربه ميتلند في الاحتراف؟ ما ده من ضمن الاسباب اللي رجوعه. انه اكيد ما كانش منضبط بالشكل الصح يعني. فكره اللعيب المصري اللي بيطلع يحترف في اوروبا ويرجع دي اكتر حاجه بتبقى محزنه لينا هنا جوه مصر يعني. الا اذا كان رجوعه مخطط له. مخطط له؟ الا اذا كان رجوعه للاهلي كان مخطط له قبل ما يروح ميتلاند. وهل هذا ما تعتقده؟ لا لا لا، ما اعتقدش. لا ما اعتقدش. وبالتالي عودته كانت لسببين من وجهه نظري. السبب الاول ان هو ما تعايش مع الاحتراف، ولو كان لو كان بنتكلم عن ميتلاند ما بنتكلمش عن برشلونه ولا ريال مدريد، انت بتتكلم عن احتراف يعني في بدايات هادي في البدايات هادي. يعني يتماشى معانا يعني كخطوه اولى.
ومع ذلك هو ما قدرش يتعايش معها مظبوط خالص يعني. مظبوط. على ذكر العائدين من الخارج، محمد صلاح، الاتحاد السعودي مصمم والعناوين رابطة محمد صلاح بالاتحاد السعودي، وليفربول كل ردوده الرسمية بتقول لا، ولو جه عرض هنرفضه، والعرض بيتزايد من 50 للمية للمية وخمسين بل للميتين كمان، ده للنادي. أما لصلاح فبحسب الحسابات بيوصل للمليار ربما على مستوى الجنيهات. إيه رأيك؟ بص، ده قرار عشان لو أنا محمد صلاح عشان أخده لازم أبقى عايش ظروف محمد صلاح بالكامل، ظروفه الاجتماعية مع أسرته وولاده، ظروفه المادية، دول فيها ثلاث حاجات، ظروفه الاجتماعية وظروفه المادية وطموحاته بالنسبة للمادة فيما هو قادم. تمام. ما هو طموحاته دي ممكن تكون بتتخطى ما هو متاح له. مفهوم مفهوم. طموحات دي ممكن يكون ان هو عايز يجي مصر مثلا ويعمل في البلد اللي هو عايش فيها يبني بلد تانية. أي مثلا مفهوم مفهوم. ده طموح اللي هو يعني انت ما تحسبهاش انت بطموحك. لا، يمكن هو عنده هو طموحات اخرى. بالظبط. النقطة الثالثة المكان. ليفربول بيمثل ايه بالنسبة لي؟ بيمثل ايه بالنسبة لصلاح؟ اتحاد السعودية بيمثل ايه بالنسبة لصلاح؟ اكيد السعودية الجزء الاكبر مما تمثل له المادة، خلينا نبقى واضحين يعني. المادة ليها دور كبير جدا جدا، دي الحاجة اللي بتشده للسعودية. صحيح هناك يعني شكل جديد للدوري السعودي، شكل جديد للكورة، شكل جديد للنجوم الأوروبية اللي موجودة في الدوري السعودي، ده ممكن يكون جزء بيشدني أنا كمان كصلاح. تمام. لكن في النهاية الوحيد اللي يقدر ياخد قرار في النقطة دي بناء على المعطيات اللي عنده هو. أنا معرفش ولا أنت تعرف ولا حد يعرف. بالإضافة لشيء تاني مهم جدا، هو في عرض رسمي اتكتب في التقارير هناك ان يوم الخميس وصل بالفعل عرض رسمي ورفض هو كمان، ده في ليفربول اتكتب في الصحف البريطانية المتصلة بليفربول. ليه شكيت في ايه؟ لان كلوب في كل تصريحاته يقول مفيش مفيش عروض رسمية. فاذا كان مفيش عرض رسمي احنا بنتكلم في ايه؟ في بروباجندا مثلا؟ مين صاحبها؟ اصل في صحفي كتب كده انه قد يكون القصه بروباجندا من السعوديه، ان هو يفضل اسمهم لغايه ما نهايه موسم الانتقالات صلاح للاتحاد، فيبقى برضو دعايه للدوري السعودي بلا اساسا حاجه ممسوكه. دي حقيقه، في واحد كتب كده بيتوقع يعني. ده وارد، وخلي بالك دي دعايه بتساوي الملايين. مظبوط، الملايين. ولو كانت كده هيبقوا هم من الذكاء الغير محدود، لان هم يخوضوا التجربة دي وبالشكل ده. طبعا. انا واحد من الناس ابتديت اتشد للدوري السعودي بشكل اكبر. صح. جدا. صح. ابتديت عايز اتابع ايه اللي بيحصل في نادي الاتحاد هناك اكتر من اي وقت تاني. كثيرين على ذكر المتابعة، اكيد عرفت ان النهاردة النصر كسب 5-1 على فريق الحزم، الهلال كان امبارح كسب الاتحاد 4-3، النهارده كمان الفتح كسب الاهلي السعودي 5-1 فيما وصف بالفضيحه يعني للاهلي، نتغلب 5-1. وطبعا ده انت بتتكلم على الفتح اللي هو مش من ضمن الفرق المدعومه ماديا، قدام فريق بيضم رياض محرز وبيضم الام ماكسيمان وبيضم مندي وبيضم فيرمينيو وكلهم لعبوا، ايبانييز وفرانكي سي، دول كلهم لعبوا النهارده واتغلبوا 5-1. حتى قلبين الدفاع يعني اللي هو ديميرال وايبانيز، الفريق ده اتغلب 5 النهارده، دي خبطه قويه قوي، دي جدا قوي يعني، خبطه قويه للدوري كله ممكن جدا تقول. جدا، وتهز وتقول حاجه كمان، ايه؟ انه الاسماء مش كل شيء، حجم عطائك جوه الملعب. صح. انت ممكن تنزل باسمك لكن ما بتطلعش القدرات. صح. المنتظره منك. فيحصل فيك اللي حصل. صح. النهارده ده. بالعكس، دي على جانب اخر ممكن تدي اثاره اكتر، انه بص أكيد. النجوم دول شالوا 5. اكيد. صح، اكيد. بس خلي بالك هيتحفزوا بشكل كبير جدا
فيما هو قادر. يعني هذه النوعيه من اللعيبه ما بتنكسرش، بتغير على نفسها. فانتظر الخادم انه يكون مختلف منهم يعني. ايوه تصوري التعاون كان كسب النصر في جوله من البدايات، وكان كريستيانو لعب وماني وبروزوفيتش لكن اتغلبوا برضو. فده هيوديني مع حضرتك كابتن طلعت لتجربه الدوري السعودي بشكل عام. بدات تجد من ينتقدها او يحاربها او يقلق منها خارجيا. بتشوف ايه تاثير اللي بيحصل في السعوديه على الكره العالميه؟ قريت تصريحات لمدربين في اوروبا كتير. وكلهم قالوا انه ما يعرض من السعوديه على لاعبي اوروبا بيهز الدوريات في اوروبا. بيهزها. وان هم قلقانين جدا من الوضع مزبوط. اللي موجود في الوقت الحاضر يعني. بس انا شايف حاجه، انه بص مين اللعيبه اللي ممكن تكون بيعرض عليها عقود عاليه ومين اللعيبه اللي راحوا. هتلاقيهم معظمهم 80% منهم اوفر ايدج، فوق مستوى السن اللي جاي. يعني في المراحل في الثلث الاخير من عمرهم الكروي. 80% منهم تقريبا في الثلث الاخير من عمرهم الكروي. مفيش شباب واعد في فرق اوروبيه ممكن يتاخدوا للسعوديه. لانه الواعد اللي في اوروبا بيبقى عايز يبان في اوروبا. هو عارف انه لو ساب اوروبا دلوقتي وراح الشرق الاوسط وراح الخليج. أيوة. راح اي مكان تاني في العالم. مش هيبقى اون سبوت، مش هيبقى تحت المتابعه زي ما هو في اوروبا. بس في مثلا لعيب زي اللي اسمه فيجا اللي جاي من سيلتا فيجو، 21 سنه كويس، موهبه شابه، اختار السعوديه. اي نعم انتقد حتى كروس، توني كروس في المانيا او لا نجم ريال مدريد، قال لك ان حاجه مخجله ان لاعب شاب يروح ويسيب اوروبا، والبعض حتى شاف ان دي عنصريه. نيمار بتشوف ان هو من اللعيبه اللي بتخلص. صلاح لو راح هيضيف بعدا جديدا للانتقالات. صلاح مختلف. صلاح ما زال في اوج قدراته البدنيه. بالاضافه لخبراته الفنيه اللي بيكتسبها من مرور الزمن يعني. أيه. اكيد، وهيضيف بعد اعلامي ومتابعه وحاجات جماهيري. لا لا لا، غير اي حد راح. غير اي حد راح يعني. على مستوى المنتخب كابتن طلعت، ايه رايك في مسيره المنتخب مع روي فيتوريا؟ واحنا تاهلنا لامم افريقيا، عندنا ماتش اثيوبيا تحصيل حاصل على مستوى التاهل، ووديه مع تونس في معسكر سبتمبر اللي هيبدا كمان يومين ان شاء الله. نتائجه في تصفيات امم افريقيا الى حد كبير انا شايف ان هي ناجحه. كون اننا نتاهل شيء اكيد يسعد ولكنه طبيعي. اذا كنا بنتكلم عن غينيا واثيوبيا وملاوي فالطبيعي اننا نتاهل عليهم يعني. لو ما تاهلناش عليهم كانت الموضوع هيبقى صعب. لكن الاداء، انا بقى بتكلم بعيدا عن النتائج. الاداء انا شايف انه في تطور في الاداء، في جماعيه الاداء، في التكتيك اللي احنا بنؤدي بيه، الطريقه اللي هو بيلعب بيها. ده في حد ذاته يقول انه اللي جاي، احساس اللعيبه بالمدرب وبالجهاز، انا شايف ان في نسبه تفاهم عاليه جدا جدا ما بين الاثنين. ده الى حد كبير مبشر لما هو قادم. ايه رايك في طلب الاهلي اعفاء لاعبيه من الانضمام للمنتخب واستدعاء المنتخب لاربعه، وبالتالي بوادر ازمه خرجت في الايام اللي فاتت؟ هو في تراجع من اداره اتحاد الكوره؟ لا، ضموا اربعه حتى الان، وفي اتجاه بقى ان يلعبوا ماتش ويمشوا الماتش التاني. الموقف ده مش وليد اللحظه يعني. هو موقف نتيجه مواقف سابقه سلبيه مشابهه لانديه كتيره. انه يبقى ما فيش سيستم وما فيش نظام، وان المساله بتبقى مرتبطه بانه انا هكلم مين في الاتحاد عشان يسيب لي ده. احنا ما عندناش سيستم. وبالتالي اللي بيحصل النهارده انا شخصيا مش راضي. قد يكون الاهلي له الحق في ان هو ياخد لعيبته، لان هو في مباراه وفي بطوله رسميه، واثيوبيا ماتش غير مؤثر. يمكن من وجهه نظر الاهلي تمام ان هو صاحب حق. ولكن من وجهه نظر السيستم لا، انت مالكش حق. مفهوم.
واضح؟ مفهوم. لو في سيستم لا انت مالكش حق، ما تتكلمش في النقطه دي. مش مالكش حق ان انت تاخدهم، مالكش حق انك تتكلم فيها اصلا. مفهوم. لكن اتحاد الكوره انا بحمله مسؤوليه الموقف لانه مش عامل السيستم. مش عامل السيستم. كابتن طلعت، بكون في قمه الانبساط قبل الحلقه باسبوع لما بنتفق مع بعض على وجودك معانا، فانا بشكرك جدا على انك لبيت دعوتنا كالعاده، وكنت وحشنا قوي. وشكرا خيرك. وان شاء الله نشوفك تاني ان شاء الله. تشرفنا وتنورنا دايما. كتر خيرك يا حبيبي. شكرا ليك كابتن طلعت يوسف، نجم الكره المصريه والمدير الفني المخضرم، نورنا وحضرتكم كمان نورتونا في بدايه اسبوعنا من الماتش. غدا باذن الله لقاء جديد، فحتى نلتقي تحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتفوت. إلى اللقاء.